كابتن سيد عبد الحفيظ بعد موسم تاريخي، بعد موسم تاريخي بالنسبه للجنه الكوره واداره الكوره وسيد عبد الحفيظ والنادي الاهلي، موسم تاريخي. من المفترض ان انت هتبني على هذا الموسم وتكمل وانت واخد كل البطولات دي وتعمل شغل كبير وشغل محترم، ويبدا النادي الاهلي يمشي بهذه المسيره اللي انا شايف انها مسيره مميزه. مين صاحب فكره الاستغناء عن مدير كوره هو احسن مدير كوره في مصر؟ ويبقى ان سيد عبد الحفيظ لما تيجي تتعامل معاه لازم تتعامل معاه بمبدا انه مش مدير كوره عادي. مش علشان اي حد، مفيش حد له فضل على النادي الاهلي او اي حد له قيمه اكبر من قيمه النادي الاهلي، لكن سيد عبد الحفيظ حضر جزء من الحرب اللي على النادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ ما استخباش زي الالاف والمئات غيره. سيد عبد الحفيظ كان في اعضاء في مجلس الاداره كانوا بيزنوا ليل ونهار على رحيل سيد عبد الحفيظ وقت ازمته مع وقت ازمه مجلس الاداره او النادي الاهلي او الكابتن محمود الخطيب مع مرتضى منصور. كانوا بيزنوا في التوقيت ده لان هم كانوا شايفين كان وجود محمد مرجان ووجود سيد عبد الحفيظ ووجود جمال جبر، شايفين ان الثلاثه هم رجاله محمود الخطيب في النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب طبعا، وشايفين ان اي واحد منهم هتتهز مكانته او هيبعد هيبقى الكابتن محمود الخطيب لوحده. كان في كلام كتير جدا وضغط كتير من جوه المجلس من بعض الاعضاء، ومن بره المجلس كان في ناس مش عاوزه سيد عبد الحفيظ في النادي الاهلي، بل قالوا ان سيد عبد الحفيظ بيعمل مشاكل، وكان طبعا المشاكل كلها كانت ردا على مرتضى وتطاوله وكلامه الكتير جدا على الكابتن محمود الخطيب.